بينك وبين الجمهور الاهلي في ديالوج كده شغال يعني دايما، واغاني وحاجات زي كده يعني. كلميني عن الموضوع ده، كلميني عن حبك للنادي الاهلي، عن متابعتك لكل الالعاب في النادي الاهلي. انت عارف ان الناس كلها من واحنا صغيرين ان احنا طالعين في النادي، فخلاص هو حاطين فينا كده جوانا النادي الاهلي، يعني مولودين كده خلاص بالنادي الاهلي، ما نعرفش غيره، غير مكسب، غير مركز واحد، غير بقى النادي الاهلي في كل حاجه بس في نادر الدنيا، لما تلاقي لعيبه، والروح بس خلي بالك نادر والجماهير. لما تلاقي لعيبه بتبقى فيها ديالوج بينها وبين الجمهور، خلي بالك من دي يعني، بنلاقي لعيبه كتير ليهم ديالوج مع الجمهور. انت يعني ما شاء الله حاجه، الجمهور كله متابعك ومتابعك بشكل كبير جدا. يعني مش عارفه، بس دي بجد اكتر حاجه بتبسطني في حياتي، يعني انت يعتبر بتواصلي مع ده الجمهور. بارت من حياتي، ان الجمهور وان هو واقف في ظهرنا وان هو بيشجعنا، وان انا يعني انا بهتم قوي بالحاجات دي، بهتم ان انا عايزاهم دايما مبسوطين، عايزه ان انا لما اشوف مثلا بيتكلموا على حد فينا او فرقه فينا ان هي مثلا مش بتأدي، لا احنا هنأدي، احنا هنبسطكم، ببقى عايزه ده دايما، ببقى عايزه ان حتى لو هم شايفين حاجه غلط وهي مش كده، طب ليه، طب ما كده كده نوريهم الصح، وحتى لو يشوفوا هما بنفسهم هما يقدروا يقيموا ان احنا بنعمل كل حاجة عشان نفرحهم ونخلي يعني اسم النادي الاهلي في احسن حتة. يا ريت كل اللعيبه تفكر زيك والله. جد طب جدنا، احنا عملنا تقرير عن رحله او عن طبعا الانجاز بتاعكم